عليكم أطفالي، كيف الحال؟ بخير إن شاء الله. اليوم سوف نتعرف على كيفية تشكيل نحلة. نعم، نحتاج إلى ورق مقوى، نعم، لون أبيض وأصفر وأسود، ثم مقص وقلم لبدي أسود كبير، نعم، لصاق وقلم لبدي أحمر أسود وقلم رصاص. نعم، من أجل تشكيل الدائرتين، الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة، نعم، نقوم برسم الدائرتين على الورق المقوى الأصفر، نعم، ثم نأخذ الدائرة، نعم، نأخذ الدائرة الكبيرة ونرسم دائرتين صغيرتين أسفل هكذا، نعم، في المرحلة الأولى، نعم، هكذا، جيد. أقوم بإعادتها باللون الأسود القلم اللبدي، جيد هكذا، ثم أقوم بتقطيع هذه الدوائر دائرتين، سوف أدخل بهما أصبعي، نعم، هكذا هكذا، جيد. انظروا إلى كيفية التقطيع، نعم نعم، قم بإدخال المقص هنا، نعم نعم هكذا، حتى أنهي، أحيط على الدائرة باللون الأسود كده. أقوم بإلصاق الرأس، بهذا الشكل، نعم، ثم أضع العينان، دائرة صغيرة، ثم أرسم بداخلهما اللون الأسود هكذا في الوسط، نعم، نعم هكذا، ثم أضع قرنين الاستشعار ملتصقين مع بعضهما البعض، نعم، هكذا، نعم، هكذا، ثم أرسم فم بالأحمر، هكذا، قلم نبدي،
لدي الآن أجنحة، أقوم بتساقيمها باللون الأبيض. عفوا، جيد. ثم في النهاية، عفوا، هكذا، ثم في النهاية أرسم خطوط باللون الأسود هكذا. نعم هكذا، وبهذا أكون قد أنهيت. نعم، انظروا جيدا إلى النحلة بهذا الشكل. أقوم بإدخال أصابعي هنا، نعم، وألعب بهذه النحلة، نعم هكذا. وبهذا أطفالي نكون قد أنهينا الحصة، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.